للحرب الإسرائيلية المستعرة على غزة، ووقف جرائم الحرب وقتل الأبرياء العزل، ووقف وتدمير المنازل والمرافق المدنية والمستشفيات ودور العبادة والبنى التحتية. وإذا كان هذا القرار متحيزاً لأحد أو لشيء، فهو متحيز للحق والعدالة والإنسانية. وقد نجحنا في مواجهة بعض المحاولات لتسييس ذلك القرار. سيد الرئيس، يتضمن قرار الجمعية العامة جملة أمور لا بد من توفرها حتى يتم إيجاد أفق لإنهاء هذه الحرب. أولاً، هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تقضي إلى وقف للأعمال العدائية وبشكل فوري، وحماية جميع المرافق المدنية ذات الأغراض الإنسانية بما فيها المستشفيات ودور العبادة. ثانياً، امتثال الأطراف كافة بالالتزامات التي تقع على عاتقها بموجب القانون الدولي بما فيه ذلك القانون الدولي الإنساني. ثالثاً، ضمان المساعدات الإنسانية من إمدادات وخدمات أساسية إلى جميع المدنيين المحتاجين لها في قطاع غزة. رابعاً، الرفض القاطع لأي محاولة تستهدف نقل السكان المدنيين الفلسطينيين نقلاً قسرياً، والدعوة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدنيين الموجودين رهن الاحتجاز بصورة غير قانونية. السيد الرئيس، تطالب المجموعة المجتمع الدولي ببذل جهوده للضغط على إسرائيل بشكل حازم كي تتوقف عن مماطلتها في إدخال المساعدات بما يسمح بعبورها بشكل عاجل وبكميات كافية لمعالجة الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة. ونشير هنا إلى أن مجموع عدد الشاحنات التي دخلت القطاع عبر معبر رفح منذ اندلاع الحرب لم تتجاوز 85 شاحنة، مقارنة بأكثر من 500 كانت تدخل يومياً إلى القطاع قبل الحرب نتيجة لتعطيل إسرائيل لها. ونؤكد هنا أن جمهورية مصر العربية ولم تدخر جهداً من أجل ضمان سرعة نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء الفلسطينيين في غزة، على الرغم من العراقيل الإسرائيلية العملياتية واللوجستية التي تعيق نفاذ المساعدات لاعتبارات سياسية وادعاءات أمنية واهية وتهديدها إسرائيل، تهديدها المستمر بقصف معبر رفح. السيد الرئيس، إن استمرار الحرب الإسرائيلية المستعرة على غزة وما تنتجه من كارثة إنسانية ينذر حتماً بخطر توسعها وامتدادها في المنطقة، ونحذر هنا من مآلات هذا الحرب على أمن واستقرار المنطقة والعالم بأسره. ونؤكد بهذا الصدد على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية ووقف إطلاق النار على طول الحدود اللبنانية والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على قرى الجنوب اللبناني والتي تسببت بنزوح نحو 30,000 لبناني وأدت إلى مقتل أكثر من 50 شخصاً، فضلاً عن الاستهداف المباشر لمركز الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل واستشهاد صحفيين. سيد الرئيس، لقد دخلت الحرب على غزة مرحلة جديدة تنذر بمزيد من الدمار والقتل والاضطهاد ضد سكان غزة، أضعاف أضعاف ما رأيناه في الأيام الماضية. وعندما تحدث نائب رئيس الوزراء الأردني وزير الخارجية السيد أيمن الصفدي أمام مجلسكم الوقر يوم الثلاثاء الماضي، كان مجموع الضحايا المدنيين الفلسطينيين آنذاك بحدود 6,000 شهيد. واليوم، أي بعد أقل من أسبوع، تجاوز عدد الضحايا 8,300 شهيد، بينهم أكثر من 3,400 طفل و2,100 امرأة. ناهيك عن وجود أكثر من 2,000 شخص تحت الأنقاض منذ أيام عديدة. ولن تتوقف أعمال القتل
طالما أن إسرائيل تسمع من البعض تبريرات لما ترتكبه من جرائم وتغطية وحماية دون أي مساءلة، وللأسف وطالما ستستمر تلك المداراة والصمت عن أفعالها، فستمادى إسرائيل في هذه الأفعال دون رادع أو حسيب أو رقيب. السيد الرئيس، أما آن للضمير الإنساني أن يستفيق أمام ما يشاهده بأعينه كل يوم وكل ساعة وكل دقيقة من مجازر ودمار في غزة؟ أما آن مجلسكم الوقر أن يستجيب لاستغاثات أهالي غزة الذين لا يجدون الآن مكاناً ليأويهم من القصف الإسرائيلي وما يسببه من دمار، بعد أن هدمت بيوتهم ومستشفياتهم ودور عبادتهم على رؤوسهم، وقصفت مرافق الأمم المتحدة التي لجأوا إليها؟ ألا يكفي نزوح 1.4 مليون من أهالي غزة من منازلهم ومناطقهم ليتوقف هذا الصمت المدقع عن عمليات التهجير؟ أما آن لمجلسكم الموقر أن يستجيب للضمير الإنساني الذي عبر عنه الأمين العام للأمم المتحدة مشكوراً رغم كل الهجوم الذي يتعرض له بشكل غير عادل وظالم، حيث دعا إلى ضرورة وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية واحترام القانون الدولي وحماية المدنيين ومؤسسات الإغاثة الأموية؟ ولا أعلم سبب الهجوم عليه بسبب هذه المواقف، مواقف العدل الذي يستند إليها. أما أنا لمجلسكم الوقر أن يغلب مبادئ العدالة والإنسانية وأن يقول لإسرائيل أن الترانسفير جريمة لا يمكن أن تمر بسلام، وأن خيار إما أن تموت في شمال غزة أو ترحل جنوبها لتقتل هنا أيضا هو خيار مرفوض لن يقبله المجلس. أما آن لمجلسكم الموقر أن يقول لإسرائيل أن الحياة الإنسانية مقدسة بغض النظر عن أصلك أو عرقك أو دينك؟ أما آن أن يتم حماية منشآت الأمم المتحدة ومستشفيات غزة ومرافقها وبنيتها التحتية، وأن يستجيب المجلس لنداءات مؤسسات الإغاثة الإنسانية والتي عبر عنها قبل قليل السيد لازاريني والسيدة راسل والسيدة دوتون، والتي تدعونا جميعاً لوقف هذه المأساة الإنسانية في غزة؟ أما آن الأوان لقيام المجلس بتحميل إسرائيل المسؤولية القانونية والجزائية على ما ترتكبه من قتل وتطهير عرقي وجرائم حرب في غزة، مذكرين أن هذه الجرائم التي ترتكب أمام أعين المجتمع الدولي يتم توثيقها يومياً من قبل آليات المحاسبة الدولية؟ أما آن الأوان لأن يطلع المجلس بمسؤولياته ويحترم مبادئه ومقاصد الأمم المتحدة المنصوص عليه في ميثاقها، وأن يعمل على إيقاف الحرب والعدوان وحماية شعبنا الفلسطيني في غزة وفي جميع الأرض الفلسطينية المحتلة؟ هذا هو حتماً خيار هذا المجلس في مرحلة مفصلية من تاريخ هذه المنظمة. السيد الرئيس، تجدد المجموعة العربية تأكيدها على أن السلام العادل والشامل والدائم وفقاً للمرجعيات المعتمدة ومبادرة السلام العربية هو خيار عربي استراتيجي، سبيله الوحيد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمته القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967. السيد الرئيس، أجدد أيضاً شكري لكافة الدول الأعضاء التي صوتت لصالح قرار الجمعية العامة والذي عكس موقفاً راسخاً بوجه الإزدواجية في معايير تطبيق القانون الدولي، والتأكيد على ضرورة وقف الحرب وحماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية.
انسجاما مع المبادئ والقيم التي قامت وتقوم عليها هذه المنظمة، وإسهاما في تعزيز الأمن والسلم في المنطقة والعالم. السيد الرئيس، في النهاية وقد أنهيت كلمتي بالنيابة عن المجموعة العربية، أود أن أذكر شيئا واحد. هنالك عبر التاريخ دول ارتكبت فظائع في بلاد تحتلها، فظائع شديدة، ولكني لم أسمع من قبل بدولة محتلة تدعي أنها ضحية كما تفعل إسرائيل الآن. شكرا سيد الرئيس.